ولكن اكيد هنا معانا حديث مهم جدا، اهم كمان من كلامنا، لان احنا بنروح لدايما الناس اللي تقدر تكلمنا عن الكواليس اللي حققت النجاح، وهو الكابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد في النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن ياسر، والف مليون مبروك على البطولة التاريخية للنادي الاهلي على حساب منافس كبير في اللعبة زي نادي الزمالك. الله يبارك فيك، وطبعا بنحب نبارك للاعبتنا والجهاز الفني والاداري ومجلس الاداره على المباراه ديت او على الفوز دوت. انجاز غايب عن النادي برضو بقاله فتره، فالحمد لله ان احنا اتوفقنا النهارده ورجعنا تاني كاس السوبر في النادي الاهلي. واحب اخص بالشكر طبعا الاستاذ عمرو فاروق اللي كان دايما متواجد معانا في المباريات زي ديت، وان شاء الله يرجع يرجع بالسلامه تاني لينور الملاعب النادي الاهلي ان شاء الله. كابتن ياسر، كابتن ياسر الف مبروك، بطوله مهمه جدا السوبر المصري وعلى حساب نادي الزمالك، ولكن قول لنا كواليس الفتره ما بين مباراه الدوري والفوز على نادي الزمالك والاستعداد لمباراه السوبر ومواجهه نادي الزمالك وتحديدا في الامارات، كان ايه اهم كواليس الاستعداد لهذه المباراه والدور اللي حضرتك لعبته مع الجهاز الفني بالتاكيد، واهم كواليس الجهاز الفني مع اللاعبين؟ والله هو يمكن بس الفترة الأخيرة ديت بعد ال احنا استعداداتنا هي أو برنامجنا هو برنامج مستمر. ممكن بس يا كابتن ياسر صوت حضرتك يعلى شوية بعد إذن حضرتك؟ ماشي حاضر. هو برنامجنا احنا فرحانين يا كابتن ياسر، عايزين الصوت كده مبهج. لا إن شاء الله حبيبي، احنا بنقول دايما احنا دايما ديفيز وجهازه الفني والجهاز الإداري وكلنا شغالين بنفس الريتم في جميع على جميع المستويات. لو يمكن الفتره اللي فاتت صادفنا سوء الحظ في بعد خروج الفريق من الكاس، ويمكن انا قعدت مع ديفيز وقعدت مع بعض اللعيبه كده اعداد فرديه تحفيزا وان احنا ننسى خلاص البطوله. شيء طبيعي ان انت وانت ماشي كده عندك 6 بطولات او 7 بطولات على مدار السيزون، لما ممكن تقع منك بطوله، فده شيء طبيعي. طبعا مستوى الفريق في المباراه ديت ويمكن مباراه الزمالك الاولانيه ما كانش المستوى اللي احنا بنعمله في الفريق، فكان كل الكلام ان احنا بقى بنتجاوز المراحل ديت ونبتدي نجهز نفسنا نفسيا ونأهل لعيبه نفسيا لمباراه السوبر، لانها مباراه وبطوله مهمه لينا. دي من ناحيه. الناحية الثانية إن الفريق الحمد لله كان جاهز، وكان أنا كنت حاطط تركيز كبير على الناحية الدفاعية. إحنا لو دافعنا وحراسة المرمى كان بشكل كويس قلت إن شاء الله هنفوز. فالحمد لله ربنا كرمنا والفريق عملوا مستوى كويس سواء على حراسة المرمى أو اللعيبة. فضل بارك لهم مرة ثانية على الفوز دوت. كابتن ياسر، عايز اروح مع حضرتك لحته فنيه، لان انت اكتر حد ممكن يفيدنا فيها. كنا دايما شخصيه فريق النادي الاهلي داخل الملعب ربما لديه لحظات تفوق فني، ولكن كنا بنيجي نشوف في مواجهات الزمالك في لحظات الفريق كان بالكامل بشكل جماعي بيخرج عن تركيزه، بيدي افضليه لنادي الزمالك وبنخسر بطولات ومباريات كانت هامه جدا. النهارده كل اهلاوي لمس العكس، لمس قدرة على طول المباراة ان انت متقدم في النتيجة. لما نادي الزمالك اتعادل في الدقائق الاخيرة قدر النادي الاهلي يحافظ على قدراته الذهنية في الملعب، يرجع ثم يزود الفارق تاني. حضرتك عاصرت ما قبل هذه التحولات واللي احنا شفناه من التراجع النفسي في اوقات كتيرة، والنهاردة كنت انت شاهد على التغير النفسي ده. ايه اللي حصل وايه الخلطة السرية اللي ورا اللي احنا بنشوفه في الملعب ده والتحولات في شخصية اللاعبين قبل التحولات الفنية؟ ايه السبب؟ بص، احنا اكيد طبعا في شغل وشغل بتركيز عالي من ديفيز على الجزئية ديت، وده بيورينا ايه المرحله اللي ابتدى يوصل لها الفريق. انا بقول ليه ابتدى يوصل لها الفريق، لان احنا لسه ما وصلناش لاحسن حاجه او ما نامله احنا كمسؤولين عن كره اليد. احنا ان شاء الله الفريق دي مع الوقت هتلاقي عناصر احسن، خبرات احسن، ثقه زياده في للعيبه، مستوى عالي. احنا بنلاحظ ان في لعيبه كتير مستواها فرق عن السنه اللي فاتت، رغم ان احنا فزنا السنه اللي فاتت،
بالدوري والكاس والسوبر الافريقي، ورغم ذلك هتلاقي في لعيبه فرقه كتير مستوى السنه دي. كمان اللعيبه المصابه اللي ابتدت ترجع، فوكس ولاشين وحميد، فكل الحاجات دي اضافات. ديفيز جزء خاص من شغله على النواحي النفسيه، واضح يعني كل يوم في فيديو. يعني انا كنت بحضر معاهم بعض الفيديوهات، بيتكلم عن المباراه ده جزء، وبعد نهايه المباراه بيروح يديك جزء كده عباره عن دقيقه او دقيقتين جزء نفسي، تلاقي فيديوهات تحفيزيه. فالحاجات دي كلها فرقت كتير مع اللعيبه في شخصيتها. انا معاك في نفس الكلام اللي انت قلته، انا واحد من الناس اللي كنت قلقان لما ابتدينا، لما الزمالك رجع تاني للتعادل انا كنت قلقان ان احنا ما نعرفش نسيطر تاني على المباراه. ده حقيقي، لان خبرات الزمالك فيها عناصر خبراتهم اعلى من لعيبه الاهلي، لكن الحمد لله باصرار اللعيبه وتركيزهم قدروا ان هم يسيطروا على المباراه تاني. يعني خلينا ناخد من كلامك كابتن ياسر، وانت بتقول لسه الفريق ما وصلش لما نأمله، يعني مبدئيا ايه اللي بيأمله النادي الاهلي او قطاع كره اليد في النادي الاهلي؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، امتى كابتن ياسر لبيب وهو بيتفرج على مباراه اهلي وزمالك وفي اخر دقائق والفريق متقدم 1-2 يبقى قاعد واثق كويس قوي ان الفريق هيكمل نهايه المباراه بتحقيق الفوز او تحقيق البطوله؟ لا، هبقى واثق من الحته دي او بحس ان الفرقه وصلت للمرحله دي لما اكون انا فرق 2 و3 في المباراه، وارجع لفرق 1 واتعادل وارجع تاني اجري ورا المباراه وهكذا. لكن لما اكون انا فرق 3 والاقي لاعبتي لا محافظه على الفرق ده وبتزوده، يبقى انا وصلت هنا ابتدي احس ان انا مطمن على فريقي. امتى اوصل للمرحله دي؟ لا، لسه قدامك شويه، ما انت شغل. احنا بنشتغل يعني زي ما الزمالك برضو ده حق طبيعي ليه ان هو بيشتغل وبيسعى ان هو ياخد بطوله، ده برضو حقنا. بالظبط، انا بشتغل هو بيشتغل وانا بشتغل، اللي في الاخر اللعيبه تركيزها وحماسها واصرارها واستقرار، الاستقرار بقى اللي هو العام اللي موجود داخل النادي الاهلي كاداره، كل ده عوامل بتوصلك للنتيجه اللي انت عايزها. اكيد كابتن، اللي هو بس هو ما قالش لسه ما وصلنا، اللي هو هل ان شاء الله، انا لسه كنت بتكلم عن جيل حضرتك وجيل كابتن اشرف عواض وسامح عبد الوارث، وفكره ان انت بتلعب بتفوز على الزمالك 15 16 مباراه على التوالي وبتحقق انجازات، هل قريبا ان شاء الله فريق كره اليد في النادي الاهلي قادر على الاستحواذ او محاوله الاستحواذ على لعبه كره اليد داخل القاره الافريقيه؟ ان شاء الله، احنا بنسعى لذلك يعني ان شاء الله. كابتن يعني ياسر، سواء الدرجه الاولى او القطاعات تحت. كابتن ياسر، يعني سؤال، انا دايما المتلقي او المشاهد وهو بيتفرج بيكون عنده اسئله، ودورنا هنا يعني انا عارف ان السؤال ده دايما الناس يعني ما بتفضلوش قوي، ولكن اكيد المشاهد نفسه يسال حضرتك. بنسمع كتير جدا سؤال دايما بيتوجه لحضرتك فيما يخص التدعيمات، فكره التدعيمات وزادت النبره بعد الخروج من الكاس امام البنك الاهلي. انت حضرتك شايف هل الفريق مدى احتياجه للتدعيمات ايه، خصوصا ان النادي الاهلي زي ما حضرتك قلت بطل دوري وكاس وسوبر افريقي ثم افريقيا في بدايه الموسم ده، خرجنا من الكاس ثم خدنا السوبر المحلي. حضرتك شايف مدى فعلا احتياج النادي الاهلي للتدعيمات بشكل واصل لايه، وايه لو عندنا خريطه التدعيمات بنتحرك فيها بشكل عامل ازاي؟ بص، انا بتكلم عن التدعيمات مش التدعيمات الحاليه، يعني انت في الوقت الحالي انت الحمد لله فرقتك كامله، عندك دكه كويسه محترمه، الناس اللي موجوده في الملعب على مستوى عالي، والناس الباقي بقيه الفريق بيجهزوا نفسيهم نفس الكلام. اي حد بيلعب، احنا النهارده شفنا نبيل، نبيل يمكن ما شاركش في المباراه اللي فاتت، شفنا النهارده تاثيره ايه في الملعب، لاشين ما شاركش المباراه اللي فاتت برضه كان ليه دور مهم. المباريات اللي قبل كده شالها محمد ابراهيم حارس المرمى، ده حقيقي، والنهارده فها تالق في الشوط الاولاني وشويه في الشوط الثاني، ونزل محمد ابراهيم سد ورق. يعني الحاجات دي كلها دي بتوريك ان انت عندك فرقه محترمه، فرقه جميع عناصرها ليهم دور في الملعب، ما عندكش حد ملوش دور، اي حد جاهز فيهم بينزل يلعب، او اي حد بيأدي اي تشكيل بينزل بيأدي على اكمل وجه. ودي نقطه مهمه جدا في الفرق اللي هي فرق البطوله. طب ما ينفعش تبقى بتلعب بسبع لعيبه او ثمان لعيبه، مش هيستحملوا، وخاصه على يعني على
على طول السيزون. يعني انت النهارده عندك دوري وعندك كاس وعندك بطوله افريقيا لسه وسوبر افريقي، فالمشوار طويل، ولسه راجع من كاس العالم، فالمشوار طويل محتاج لمجهود كل واحد في الفرقه. بالتاكيد المشوار، لكن انا التدعيم بقى اللي انا بتكلم عليه ان هو ان انا ببتدي اجهز من تحت، يعني ابتدي اجهز من تحت عشان اللي فوق، انا اللعيبه اللي فوق اللعيبه الدرجه الاولى، اللعيبه بيجي لها عقود واللعيبه نفسها تحترف، فبالتالي انت هيجي عليك وقت لعيبه من دول هتسيبك، يبقى لازم نكمل بالناس، يبقى عندي تحت عناصر تقدر تسد مكان اللعيبه دي عشان يبقى في استمراريه. مهم جدا الرؤيه دي يا كابتن ياسر بالتاكيد، لان عارفين في مصر كره اليد متطوره جدا، وبالتالي بنلاقي لعيبه بتحترف، يمكن نادي الزمالك ايضا عنده لاعبين بتخرج للاحتراف، النادي الاهلي بيخرج للاحتراف، ولكن الاهتمام بقطاع الناشئين بالتاكيد ممكن يحط النادي الاهلي يخليه يكمل الاتجاه اللي احنا كلنا بقى بنامله سواء حضرتك او جماهير النادي الاهلي، وهو مزيد من الالقاب. ودايما كده كابتن ياسر نتصل بحضرتك وفريق كره اليد في النادي الاهلي، محقق انجازات، محقق بطولات، ويعيد الى الاذهان بقى جيل حضرتك من وقت ما كنت لاعب بقى، وقت ما كان موجود لاعبي النادي الاهلي الكبار كابتن جار نبيل، كابتن سامح عبد الوارث، وعائله عواض. بشكرك جدا كابتن ياسر، ومزيد من النجاح والتالق ان شاء الله. شكرا ليك. شكرا ليك.